بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عنده، والصلاة والسلام على المصطفى خير الكلام وكفى. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محا واحد الحلقة من الحلقات ديال لبنات في بناء المجتمع، العنوان ديالها هي الخلاف رحمة. في هذا الإطار ديال الدين، شحال واحد ما تيفهمش تيقول لك إوا الإله ديالنا واحد، والقرآن ديالنا واحد، والنبي ديالنا واحد صلى الله عليه وسلم، وعلاش هذا الخلاف دابا؟ ها مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب الإمام مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، وفي كل مذهب عاود كاين اللي هو عندنا مذهب الإمام مالك، وعندنا المالكية، مذهب الإمام أبو حنيفة، وعندنا الحنفية، قال الحنفية، وفي الحنفية عاود خلاف. الناس اللي ما تيستوعبوش هذا الشيء تيقول لك هذا الشيء لا يطاق، ولكن ما فهمش هو ان الشريعه الاسلاميه اللي جات في اللغه العربيه اللي اختارها سيدي ربي سبحانه وتعالى بين اللغات ديال العالم كله، وهو قد علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ان افضل اللغات على وجه الارض اطلاقا حتى تقوم الساعه هي اللغه العربيه، ماشي تعصب اللغة العربية، لا، الله عز وجل اختارها وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه اللغة تتحمل هذا الشيء، هذا حمالة للوجود. وهنا يا غادي نجيو نشوفوا بأن هذا الخلاف رحمة ما بين الأمة، توسيعها باش الإنسان يصيب الحل ديال المشكل ديالو. هنا تيقول لك في الناس في اللغة العربية بالنسبة لسيبويه قلما خط طأ احدا، هذا عالم لغوي قال لي قليل اللي تيقول شي واحد شي جمله باللغه العربيه وتيخطئ ويقول لي خطا. علاش؟ لان عنده تصور واسع بزاف وتيدير مخرج لكل كلام قالوه هذاك القائل. وهنا حتى العلماء ديال الفقه وديال الشريعه تيقول لك من قل علمه كثر اعتراضه، من قل علمه كثر اعتراضه. فلهذا هذا الخلاف اللي كاين وهذا الشيء هذا ما ليه اللي تيمشيو يطلعوا عليه، اما انت من عامه الناس اش دخلك لهذا الشيء هذا؟ وهذه هي الافه اللي شفنا في حلقه من الحلقات ديال العلم، ما تيتخادش من الكتوبه وانما من افواه العلماء، فهما اللي غادي يقول لك ها الحل ديالك انت ولا الحل ديالك انت. نعطيو مثال ديال هذه المساله، هذه ديال حمال للوجوه. فهذا حمال للوجوه فين تيبان لنا؟ هذا واحد الراجل تيتناقش مع المراه ديالو وقال ليها طلقها الطلقه الاولى نافذه، طلقها الطلقه الثانيه نافذه، بقات ليهم واحد الطلقه وحده، بمعنى الا مشى طلقها ديك الطلقه الثالثه راه صافي، تيقول لك ربي سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فداروا عقلهم قالوا دابا خصنا نضبطوا راسنا، راه بقات لنا غير طلقه وحده، ولات المرأة تتزين لراجلها وتتقدلي ومصوبة وتطيعو وتتسمع ليه وتتستجب ليه وكل شيء صافي الحمد لله، ولاو بحس منو العسل كما تيقولوا. واحد النهار جات وياه متزينة ليه، قال لي إلا ما كنتيش انت في ظلم القمر راكي طلقة. قالت لي صافي أنا منحوس، هذيك الطلقة الأولى اللي بقات لنا الدبانة ديالك بقات تتزلزل حتى نطقتي بها دابا صافي أنا طلقة. فمشى عرض المسألة ديالو على العلماء، والعلماء باجماع قالوا له ودي المراه طلقه، ما عندنا ما نديروا ليها. واحد قال لهم لا، هذا الواحد هذا اللي قال لهم لا حيت سولوه قال لي علاش؟ قال لي القران قال، وهذه الصوره اللي جاب هو كاع حتى الناس عامه الناس حافظينها، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فقال احسن سيدي ربي وما بينش المفضول عليه، بين الفاضل هو الانسان، المفضل عليه هو الكون كله، افضل من القمر، افضل من الشمس، افضل من العالم كله هذا الانسان هذا. فلهذا المراه ديال هذا السيد افضل من القمر، قال ليه المراه ديالك راه حلال عليك. فلهذا هذا الخلاف هذا هو خلاف رحمه مزيان. لهذا شنو خصنا نديرو؟ حنا خصنا مزيان العلماء ماشي الناس باش يقلبوا هما ويتصدروا في هذا الشيء هذا، لان هذا تسمى هذا الفقه المقارن، باش تقارن ما بين هذه وهذه وترجح هذه وشكون هذه، هذا مالين التخصص ديالو، مشاو فيه العمر ديالو قضاوه، ولكن انت عامة الناس ما تقيش هذا الشيء هذا،
انت غادي تمشي للامور ماشي هذا حكرا على بحال هادشي ديال رجال الاكليروز ديال الدين اللي تيحسكروا لا لا لا، وانما انت ما عندكش ديك الطاقه الاستيعابيه باش تشوف هاد الخلافات هذه. نطلب الله عز وجل يوفقنا لما فيه الخير ويلهمنا الرشد والسداد في القول والعمل، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى حلقه اخرى ان شاء الله.